شنو أصعب شيء مر عليك؟ والله ما أصعب شيء عليا غير هي أبوي، غير الأيام هاي المرة علي صعبة. كل عمري مبسوطة وجريت له كله ما بغبطت من هالبيت. قال لها الأيام السودة هذه جتنا، شايف من يوم جينا للبلاد هذه أصعب شيء بحياتي المضيته. أبوي بيت كان هناك مكيفين، قيعانة قدورنا وقنمنا ونفرج الذكال هالعالم، والفغير نطيه والعريان نلبسه ونجي نذبح الأقراب. ما نخلي شيء بهالبيت إلا نحط له، ولم يا حسرتي الله جاب لنا هالبلوى نزحنا وجينا، ما جبنا شيء ويانا خالص خالص، ما جبنا شيء معانا. قالوا الحد نروح للمعرة ونعاود، وجيني يجيني إيه بيب الله الله، لا عندنا شي ناكل واثنين ما نقدر نقوم، ولا شغله ولا عمله، ولا حد يجيب لنا ولا حد ياخذ لنا ولا حد يفوت علينا ولا يفوت على حدا خالص نهائيا. 6 سنين طال لي مدت بيت واحد، وأني بهالخيمة على الوافة يتواحد نهار عيد، الله قال لي يومكم سعيدة وكل عام وانتم بخير. والله والله ناكل اكل الخبز، اكل الخبز على المية، على المي وعلى الوطن نرغيف خبز. وهاي الدنيا جدان نوبة لك نوبة عليك، يفرجها الله علينا يا أبوي إن شاء الله.